السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا علمت أن أ أكبر قطعا من اثنان وأصغر قطعا من ثلاثة وب أكبر قطعا من ناقص ثلاثة وأصغر قطعا من ناقص واحد، أطر اثنان أ ناقص ب ثم أ في ب ثم أ على ب، يعني أ قسم ب. إذا نبدأ بتأطير اثنان أ ناقص ب. إذا لدينا في المعطيات أ أكبر قطعا من اثنان وأصغر قطعا من ثلاثة. إذا هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن اثنان أ، لأننا ضروري أن نبحث عن اثنان أ تأطيرها. إذا اثنان أ يعني نضرب هنا في اثنان وهنا في اثنان، لأن الطرفين موجبين، ليس هناك أي مشكل. إذا فتصبح أربعة، طرف آخر نضربه في اثنان تصبح ستة. إذا اثنان أ محصورة ما بين أربعة وستة، يعني اثنان أ أكبر قطعا من أربعة وأصغر قطعا من ستة. الآن نمر إلى بي. لا بد من تأطير ناقص بي. لدينا بي في المعطيات، بي كما جاء في المعطيات أكبر قطعا من ناقص ثلاثة وأصغر قطعا من ناقص واحد، هذا ما جاء في المعطيات. إذا بما لدينا هذا، بما أن بي أكبر من ناقص ثلاثة وأصغر من ناقص واحد، فإن الآن ناقص بي يعني ضربنا في ناقص واحد، طرفي الآخرين في ناقص واحد تصبح ثلاثة واحد مع قلب المنحى. الآن نمر إلى اثنان أ ناقص بي، يعني هي تصبح اثنان أ زائد ناقص بي. اثنان أ زائد ناقص بي يعني اثنان أ زائد ناقص بي هي اثنان أ ناقص بي. إذا لدينا هنا موجب 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 موجب. إذا نجمع كما قلنا اثنان أ، اثنان أ زائد ناقص بي هي اثنان أ ناقص بي. إذا أربعة زائد واحد هي خمسة، وستة زائد ثلاثة هي هو تسعة. إذا جمعنا الطرفين، جمعنا الطرفين لأنه جمعنا اثنان أ زائد ناقص بي، فجمعنا هنا الجمع هنا الجمع. إذا اثنان أ ناقص بي هذا هو تأطيره. الآن نؤطر أبي. الآن نمر إلى تأطير أبي. تأطير أبي يعني أ في بي، أبي يعني أ في بي. إذا لضرب متفاوتتين، يعني هنا عندنا متفاوتتين متفاوتة متفاوتة، لضرب متفاوتتين يجب أن تكون جميع الأطراف موجبة، جميع الأطراف يجب أن تكون موجبة. إذا الآن لدينا قلنا أن ناقص بي قبل ناقص بي قلنا أكبر قطعة من واحد وأصغر من ثلاثة، استنتجنا من هنا بي هي التي أعطتنا ناقص بي أكبر من واحد وأصغر من ثلاثة. إذا أ في ناقص بي، لماذا ناقص بي؟ حتى تكون الأطراف موجبة، لأن هنا الأطراف غير موجبة، ناقص ثلاثة ناقص واحد. إذا نمر إلى ناقص بي تعطينا الأطراف موجبة. إذا أ في ناقص بي، إذا نضرب اثنان اثنان في واحد، اثنان في واحد يعني اثنان، طرف موجب في طرف موجب. الآن ونضرب ثلاثة في ثلاثة يعني تسعة. إذا يعني أن ناقص أبي كيعطينا اثنان تسعة، أي أن أبي يعني ضربنا في ناقص واحد وقلب المنحنى تصبح ناقص تسعة ناقص اثنان. الآن نريد تأطير أ على بي. قلنا لدينا أن بي أكبر من ناقص ثلاثة قطعا وأصغر من ناقص واحد قطعا، هذا ما جاء في المعطيات. إذن وقلنا أن نمر إلى ناقص بي، قلنا حتى تصبح الأطراف موجبة وجدنا واحد ثلاثة. الآن
نمر إلى ناقص واحد على بي لكي نستنتجها من هذا التعطير. إذن القلب هنا واحد على ثلاثة، واحد على واحد هو واحد. ثم كما نعلم في المعطيات لدينا أ أكبر من اثنان وأصغر من ثلاثة. إذن أ نكتبها هنا، أ ما جاء في المعطيات أ أكبر قطعا من اثنان وأصغر قطعا من ثلاثة. إذن الآن ناقص أ على بي، يعني ضربنا هذا ناقص واحد على بي ضربناها في أ. لدينا الطرفين موجبين، ونضرب هذا، إذا أنا نضرب واحد على ثلاثة في اثنان فتصبح اثنان على ثلاثة، ونضرب واحد في ثلاثة يعني ثلاثة في واحد يعني ثلاثة، ولكن هنا لدينا ناقص أ على بي ونحن نريد أ على بي، فما علينا إلا أن نضرب في ناقص واحد وفي ناقص واحد مع قلب الأعداد، يعني تصبح ناقص ثلاثة هنا وناقص اثنان على ثلاثة في الطرف الآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.